بعضهم يقول لك ليش بتنتقد؟ ليش بتتكلم؟ ليش؟ اصلا يا حبيبي انت عايش وعقلك خلبة، خلبة، عقلك خلب. احنا من زمان ضايعين، من زمان. عندك شوف، شوف القنوات، شوف القنوات في الخارج، شوف البرامج حقهم ايش، شوف البرامج. تلقى البرامج حقهم من النعمة والخير، من سيربح المليون، شاعر المليون، فلوس ما عدروا ان يودوا فلوسهم. واحنا البرامج حقنا من زمان نوح الطيور، نوح الطيور، نص السنة ضايعين. نص السنة ضايعين، الشعب ضايع من زمان. بدو لك محمد المحمدي، وهذه الأخت المسكينة الذي أضاعت زوجاوي، مثلنا شلو دمي والقفاوة مثلنا، قلادك الله قلادة، لا ما رجيت قد معك اثنين جهال، من انجوا الاثنين الجهال والرجال ضايع. من زمان احنا بنعاني، من زمان. زج الغلاك، زج الغلاك وخنق الشعب. يعني الآن بعضهم يجي يقول لك أنت شي تشتهر، أنت شي تشتهر. يا قفل يا غبي الذي يطلع صوته وصورته علشان يقول لك الشعب جاوع، هذه شهرة؟ بالعكس، هذا فيها مخاطر عليه، ولكن لأنه حر طلع تكلم، هذه ماشي شهرة. عندما يجي شخص يتكلم علشانك يقول لك أنت جاوع، أنت مبهذل، ماشي شهرة. هو ما لومكمش، البعض ما لومهمش إذا عقلهم فول فول. ليش ما لومهم؟ لأنه ما مش عليك أنت تتغدى زبادي وتخزن بنبات بحري، نبات بحري بحري، وصير تشجع الأرجنتين وتبكى على ميسي. تبكى على ميسي، تبكى على حالك، تبكى على وضعك، تبكى على معاناتك. جاي يقول لي خاطركم،